السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنقدم اليوم إن شاء الله درسا جديدا في مادة اللغة العربية في التراكيب، عنوانه العطف. أما الهدف فهو تعرف وتمييز العطف واستعماله استعمالا صحيحا. الوضعية: أمدك أخوك بمجموعة من الجمل وطلب منك بعد ملاحظتها ما يلي. إذن إلى قراءة الجمل: حضر علي ورشيد، سجد الإمام فالمأموم، بذر الفلاح الحبوب ثم السماد، تطهر الآلات بالحرارة أو السوائل، أطبخت الأم اللحم أم الخضر؟ بعد أن تعرفنا على السند ننتقل الآن إلى التعليم. على أي شيء تدل الكلمات الملونة؟ وإلى الملاحظة والتحليل، لاحظوا معي العبارة حضر علي ورشيد. إذن الجملة تتكون من كلمة علي ورشيد. هذا الحرف هو الواو، ورد بين اسمين يسمى أولهما معطوفا عليه أي المتبوع، ويسمى الثاني معطوفا أي تابعا، فربطت الواو بينهما، إذن هي حرف عطف. إذا قارنا بين المعطوف عليه والمعطوف نلاحظ أنهما اسمان مفردان أي ليس جملتين، بمعنى أن الاسم يعطف على الاسم والفعل يعطف على الفعل. وإلى المثال الآخر، إذن هل العطف يكون بين الأسماء المفردة فقط؟ إذن تأملي المثال التالي: كتبت النص فراجعته. إذن كتبت النص عبارة عن جملة، ف حرف عطف، راجعته جملة أيضا. إذن كتبت النص استسمح معطوف عليه، الفاء حرف عطف، راجعته جملة معطوفة. إذن نكتشف من خلاله أن العطف لا يكون بين الأسماء المفردة فقط، بل يكون أيضا بين الجمل. وإلى تحليل الظاهرة بتفصيل، إذن الجملة الأولى حضر علي ورشيد، إذن المعطوف عليه المتبوع إذن هو علي، حرف العطف هو الواو، والمعطوف أي التابع هو رشيد. سجد الإمام فالمأموم، إذن المعطوف عليه هو الإمام، إذن حرف العطف الفاء، المعطوف التابع هو المأموم. يبذر الفلاح الحبوب ثم السماد، المعطوف عليه الحبوب أي المتبوع، حرف العطف ثم، والمعطوف أي التابع هو السماد. تطهر الآلات
بالحرارة أو بالسوائل. المعطوف عليه هو الحرارة حرف العطف، أو المعطوف هو السوائل. أطبخت الأم اللحم أم الخضر؟ إذا المعطوف عليه المتبوع هو اللحم حرف العطف أم، والمعطوف التابع هو الخضر. هو الربط بين شيئين في الكلام بواسطة حرف من حروف العطف، وتكون مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في اللفظ والمعنى أو في اللفظ فقط. أن العطف هو الربط بين شيئين في الكلام بواسطة حرف من حروف العطف. نتعرف الآن على حروف العطف. إذا حضر علي ورشيد، إذا حرف العطف هنا الواو، إذا معناها فهي تفيد مطلق الجمع، بمعنى أن هاته الكلمة جمعت بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم. سجد الإمام فالمأموم. إذا المعطوف عليه الإمام حرف العطف هو ف، المعطوف هو المأموم. معنى الكلمة هو الترتيب والتعقيب والتدرج. الإمام سجد أولاً ثم سجد بعده المأموم، ليس هناك فاصل زمن بين الإمام وبين المأموم. يبذر الفلاح الحبوب ثم السماد. المعطوف عليه الحبوب حرف العطف، ثم المعطوف هو السماد. معنى الكلمة فهي تفيد الترتيب والتراخي. تطهر الآلات بالحرارة أو بالسوائل. المعطوف عليه بالحرارة حرف العطف الواو، أو استسمح المعطوف بالسوائل. إذن هاته الكلمة أو تفيد التخيير بين شيئين، لا يمكننا الجمع بين الحرارة والسوائل في نفس الوقت. أطبخت الأم اللحم أم الخضر؟ إذا المعطوف عليه هو اللحم حرف العطف أم، المعطوف هو الخضر. معنى الكلمة أو فهي تفيد التعيين. حروف العطف كثيرة، منها الواو وهي أكثر استعمالا، ثم الفاء، ثم أو أن. وهناك حروف أخرى مثل حتى، بل، لا. أن تعرفنا على معنى العطف وعلى حروف العطف، ننتقل الآن إلى إعراب المعطوف. حضر علي ورشيد. المعطوف عليه علي حرف العطف الواو، المعطوف رشيد. إذن رشيد اسم معطوف تبع المعطوف عليه في رفعه. سجد الإمام فالمأموم. المعطوف عليه الإمام أتى مرفوعا حرف العطف الفاء، المعطوف المأموم.
إذن المأموم اسم معطوف تبع المعطوف عليه في رفعه. يبذر الفلاح الحبوب ثم السماد. الحبوب اسم منصوب ثم حرف العطف المعطوف سمادة. إذن سمادة اسم معطوف تبع المعطوف عليه في نصبه. تطهر الآلات بالحرارة أو بالسوائل. سوائل اسم معطوف تبع المعطوف عليه في جره. أطبخت الأم اللحم أم الخضار؟ إذن لحم أم الخضار؟ الخضار اسم معطوف تبع المعطوف عليه في نصبه. إذن لاحظوا أن المعطوف قد تبع المعطوف عليه في إعرابه، فتبعه في رفعه أو في نصبه أو في جره. إذن يتبع المعطوف المعطوف عليه في إعرابه، إذن فهو من التوابع. إذن هكذا نكون قد أنهينا هذا الدرس، وإلى الاستنتاج. العطف تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أي المعطوف عليه أحد حروف العطف، ومنها الواو لمطلق الجمع بين المتعاطفين، الفاء للترتيب والتعقيب، ثم للترتيب مع التراخي أو للتخيير بين شيئين، أم للتعيين أو التحديد، حتى للغاية. وهناك أيضا حروف أخرى وهي لكن، بل، إما، لا. المعطوف يتبع المعطوف عليه في إعرابه. والآن ننتقل إلى تدريب على الإعراب. أتدرب على الإعراب. جاء أحمد وعلي. جاء فعل ماض مبني على الفتح، أحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الواو حرف عطف، علي اسم معطوف تبع المعطوف عليه في رفعه وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. استوعبتم جيدا هذه الظاهرة الجديدة؟ ننتقل الآن إلى التدريبات. أضع حرف العطف المناسب مكان النقط. خرج مروان أبوه. أتذهب إلى السوق المتجر. توضأت صليت. ما ركب القطار الباخرة؟ علي عالم جاهل. إذن فكروا جيدا وسنلتقي بعد قليل من أجل التصحيح. إلى التصحيح. إذن أضع حرف العطف المناسب مكان النقط. التصحيح: خرج مروان وأبوه. أتذهب إلى السوق أم المتجر؟ توضأت ثم صليت، دل الترتيب مع التراخي. ما ركب القطار بل الباخرة؟ علي عالم لا جاهل. إذن هكذا نكون قد أنهينا هذا الدرس، وإلى درس آخر إن شاء الله.